وفرافح فيها اليهود، والشمال فيها اليهود، والوسطى هايها بدهم يفوتوا عليها. توقف مخيم البريج منصرات. طب ايش ضل؟ ضل الدير. طب ما الدير كلها مليانه ناس، ما في ضايل حدا، ما في، كل العالم قاعده في الدير، كل غزه. وين الناس تروح؟ يلا اعطينا حال انتوا، يلا انتوا قاعدين ساكتين بس شاطرين زقفه لنتنياهو، الله عليكم زقفه على راحتكم. احنا سكان البريج كنا اليوم قاعدين في الدار في امان الله، رنوا علينا اليهود يعني اسطوانه، قلنا مش مشكله هذا كلام فاضي فيش منه. رنوا على اخوي الثاني، رنوا على امي، قلنا يمكن الكلام في منه والله عن جد صدقنا. فمسكنا حالنا ضبينا وعينا، قلنا خلينا بلكن من هلا بعد العصر نطلع والله. فشفنا الناس كلها بتطلع، البريج كلها طلعت. بعد شوي عنيت شفنا الناس كلها بتحكي وانصرات والبريج، قلنا لا هذا والله عن جد، ومسكنا حالنا هاي بدنا نروح على الزوايد نشرد. والله العظيم تعبنا، يعني معاناه النزوح غير معاناه الشغل والنار والغسيل الله بس اللي بيعلم في حالنا، يا رب يفتح علينا وبس، والله تعبنا.